رأينا أبناء الأعاجم الذين من الله عز وجل عليهم بالإسلام تعمقوا في العربية حتى كان منهم مؤلفون، لأنهم يريدون أن يفهموا كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس الاهتمام باللغة العربية من جنس اهتمام أهل القومية، فإن القوميين العرب يهتمون باللغة العربية لكن لا يهتمون بها تعبداً وتقرباً إلى الله عز وجل، وإنما يهتمون بها من باب تعظيم الجنس العربي. ولذلك تجد بعض النصارى من نصارى العرب يحرصون على اللغة العربية وآدابها ويؤلفون فيها ونحو ذلك من باب الاعتداد بالجنس العربي، بل وبعضهم يثني على محمد صلى الله عليه وسلم وهو لم يؤمن به وإنما يراه عبقري من عباقرة العرب. يعني بعض النصارى الذين يؤلفون في القومية تجدهم يثنون على محمد صلى الله عليه وسلم ويرون أنه عبقري من عباقرة العرب، فهم يعظمونه من هذه الزاوية وليس من باب تعظيم أنه نبي من الله عز وجل وأنه رسول وأنه معصوم ونحو ذلك. فلا بد أن نفرق بين منحى ومنحى. وأما الاهتمام باللغة العربية وآدابها من أجل حفظ القرآن وحفظ السنة فهذا من الدين لا شك فيه.